خطة توزيع الخبز بواسطة بطاقة تموين مستندة على حيازة الرقم الوطني التي طرحتها السلطات في ولاية الخرطوم جوبهت بجملة من تباين الآراء لكونها تستهدف تحديد حصة معينة لكل أسرة، وهي أحد الخيارات التي طرحتها السلطات من أجل حل مشكلة التلاعب في الخبز المدعوم وضمان وصوله إلى المستحقين. وكانت ولاية الخرطوم قد عانت وبشكل متكرر خلال الأيام الفائتة من أزمة حادة وشح في الخبز والدقيق على مدار هذا العام. بحكم اختصاصنا في ولاية الخرطوم عن متابعة توفير الخبز للمواطنين، رأينا الدفع بمقترح للحكومة الاتحادية باستخدام البطاقة التموينية الإلكترونية لتوزيع الخبز، وذلك بقرض إعادة توجيه الدعم المقدم لهذه السلع المهمة من الميزانية العامة للدولة. فإثارة العديد من الآراء والحديث حول نجاعة الخطة ربما يكون مؤشرا لتأخير تنفيذها أو الاتجاه لخطط بديلة لضبط توزيع الخبز على المستفيدين، فيما يرى بعض المراقبين أنه ربما تزيد العملية الطين بلة وتجلب على الولاية موجة من السخط والانتقادات. يعني أتمنى أنه ما يكون الخبر ده صحيح، يعني وإلا الولاية بتكلف نفسها عبء كبير وقد تجلب لنفسها أيضا سخط وتدخل في إشكالات إعلامية في الخارج. وبعدين أنا لم أسمع بإجراء زي هذا في أي بلد من بلدان العالم. يعني فيما يرى بعض أصحاب المخابز والعاملين في المجال أن الخطوة ربما تمثل اتجاها جديدا لتنظيم عملية الحصول على سلعة الخبز، الأمر الذي قد يسهم في إنهاء الأزمة وتوديع مشهد تكدس المواطنين أمام المخابز في ولاية الخرطوم. والله أنا برى إنه البطاقة دي يعني مهمة جدا وبتنظم ذات الصفوف، بدل ما واحد يشيل ليه مثلا إيش ب 300 400، البطاقة دي بتسهل لنا عملية زي دي. وبعدين يعني الناس اللي بيشيلوا 300 400 أغلبيتهم ناس مطاعم، فلما تكون في بطاقة المواطن بس اللي بيشيل يعني الحاجة من هناك. ربما تكون خطوة بيع رغيف الخبز بواسطة بطاقة تموينية غريبة بعض الشيء على المواطنين، الأمر الذي أثار فيهم تساؤلات عدة عن ضرورة هذه الخطوة، ما جعلهم يقطعون بفشل هذه التجربة قبل البداية. لكن الأيام القليلة القادمة ربما تثبت غير ذلك. محمد الطيب، قناة طيبة، الخرطوم.